السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعليم راندا مع أم نعمة. اليوم إن شاء الله غنوري لكم هاد الراندا هذه، سهلة في الخدمة وزواقها منها، نتمنى تعجبكم. نبدأ بسم الله. أنا هنا غنخدم بالحرير على جوج شعرات، غنخدم بالبر النمرة 6، يمكن لكم تخدموا بالحرير على 3 وتخدموا بالبر النمرة 5. نبدأ بسم الله. نخليو القياس اللي كنخليو الفوق في الفتحة ديال العنق، ونجيو للبلاصة اللي بغينا ننزلو منها الخدمة ونبداو. اول حاجه غنديرو نديرو بناء الغرز باش نحدو القياس اللي حنا بغينا نديرو. تنشدو هنا في التوب، نعود نشد هنا في التوب ونرجع لهاد العوينه هادي، ونرجع في هاد العوينه عاوتاني اللي كونا، ونرجع في هاد العوينه عاوتاني. هذا هو بناء الغرز. كنبقاو نخدمو بهاد الطريقه حتى تنحدو القياس اللي حنا بغينا. انا هنا في هاد الراندا غندير 5 الغرز. وبالنسبه لكم نتوما الا بغيتو تكبروها يمكن لكم تكبروها، ولكن ديروا دائما عدد الغرز بعدد فردي، 1 2 3. نزيد جوج حتى نكمل 5. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. صافي، ملي تنكملو العدد اللي بغينا تنجيو الجهة اللي مقابلة معاها، تنشدو هنا في التوب ونرجعو لهاد العوينة نخدمو فيها، ونعاودو نشدو هنا في التوب. صافي، ننزلو دابا مع هاد العوينات. نشد هنا في التوب، نعود نخدم هاد العوينات، كنبقاو نخدمو عادي حتى تنخدمو واحد القياس، وعاد كنزوقوه ملي نكون نخدمو في نفس الوقت. غنبقى نخدم في هاد العوينات، نعاود نرجع معاهم. هاد الراندة اخواتي راها سهلة، كنخدمو راندة عادية، يعني اي وحدة يمكن ليها تخدمها. الا بغينا بحال هكا راندة خفيفة سامبل، نخدمو بحال هكا في تواب صيفية. صافي، دابا كنبقاو نخدمو غير في الراندا مسرحه. نزيد هاد السطر، صافي دابا غنبداو نزوقو. غنشد دابا في التوب هنايا، غير مع عندي هاد البديه هادي اللي درنا فيها بناء الغرز. من بعد ملي غنوليو نخدمو غنخدمو حتى يوليو عندنا في التوب 5 ضربات ونبداو. دابا خليت كتر لان كاينه هاد البديه هادي ما غتجيناش في الزواق. نبداو دابا، غنقرب لكم مزيان غير باش تفهموا هاد الطريقه اللي غنديرو هنايا. بالنسبه لهنا قبل ما نخدم هاد العوينه عندي هاد العقيدات، هادو غنخدم في هاد العوينه، غنجمع هاد جوج عقيدات غنغلفهم بهذا الشكل ونخدم هاد العوينه عادي اللي كنت غنخدم.
هنا غنلف جوج عقيدات هنا قبل ما ندوز لهاد العوينه اللي غنخدم عندي هنايا هاد العقيدات هادو. دابا غنغلف ثلاثه، ها وحده جوج ثلاثه، غنشد هنا ونخدم الخيط الفوق نازله عادي ونديرو هاد الطريقه هادي. صافي ملي تنغلفو هاد العقيدات نشد في هاد العوينه اللي كنت غنخدم فيها. دابا ملي خدمت هاد العوينه عندي هاد العقيدات هنا، هنا غنلف جوج عقيدات، هنا ثلاثه، هنا غنغلف اربعه، ها وحده جوج ثلاثه ها اربعه، نغلف هنا. ملي نغلفو هاد العقيدات صافي نشدو في العوينه اللي كنا غنخدمو فيها. دابا غنتراجع، غنغلف هنا ثلاثه العقيدات، ها وحده جوج ها ثلاثه، صافي ونخدم العوينه اللي كنت غنخدم عادي. هنا غنغلف جوج ونخدم هاد العوينه، صافي نشد هنا في التوب ونرجع مع هاد السطر. هاد العوينات عندي باينات ها هما شفتوهم، كنخلي هاد الخيط لتحت ونخدم في هاد العوينه. نعاود نخلي الخيط لتحت ونهز هاد العوينه هادي، عندي خمسه العوينات غنهزو خمسه، هاد ثلاثة ها أربعة ها خمسة. صافي غير تخليو هاد الخيط اللي زوقنا به نازل لتحت وتهزو العوينة. نشد هنا في التوب نرجع مع هاد العوينات عادي، نشد هنا في التوب ونرجع. هاد الراندة اخواتي نتوما كتخدموا نتوما كتزوقوا، ما تحتاجوش حتى تكملوا الراندة عاد تزوقوها، تنزوقوها بهاد الطريقة. نعاود نرجع، هنا ولا الخيط قصير ندخله هنا في التوب ونديرو خيط جديد. نجيو للبلاصه فين سالي لنا الخيط ونركبو خيط اخر، نهزو هاد العوينه. ملي نبغيو نجيو لهاد العوينه هادي نخدموها قبل ما نزيروها كنجروا هاد الخيط باش ما تجيناش هاد الزديه هادي مرخيه. صافي نعاود نخدم، نرجع مع السطر دابا غنخدمو وغنحسبو باش دائما يبقى لنا نفس القياس ما بين الزواق والزواق. غنشد هنا في التوب، هنا غنحسبو من هنا من هاد العوينه هادي، هاد العوينه اللي زوقنا فيها الاخرى غنحسبو هاد الشدات اللي في التوب يوليو عندنا خمسه. ملي يوليو عندنا خمسه نعاودو نزوقو بنفس الطريقه. يمكن هبطو هاد الراندة راه تجي ساهلة اخواتي، تجي سامبل. نعاود نشد في التوب ونرجع مع هاد العوينات. ملي كنكونو نازلين مع هاد الراندة كنخليو الخيط الفوق، وملي كندخلو البرة في هاد العوينة كنهزو هاد الخيط هيدا الفوق وكندوزو البرة من تحتو. نشد هنا في التوب نعاود نرجع مع هاد العوينات. نشد هنا في التوب نقطع هاد الخيط
هنا ولاو عندي خمسة في التوب، هنا ولاو عندي خمسة ضربات في التوب، جوج ربعة خمسة. دابا غنبدا نزوق كيف ما وريت لكم في الاول. دابا قبل ما نضرب هاد العوينة هادي، دابا قبل ما نخدم هاد العوينة، عندي هنا هاد العقيدات هادو، غنهز هاد جوج عقيدات نغلفهم، كنخليو الخيط الفوق عادي بحال اللي بغا نخدمو الراندا، وعاد نخدم هاد العوينة اللي كنت غنخدم. نعاود نجي لهاد العقيدات غنغلف ثلاثة ونخدم العوينة، هنا غنغلف ربعة، جوج ربعة، ونخدم العوينة، ما كنخليو حتى عوينة، كندوها هابطين مع العوينات كلهم، غير هي ما بين هاد العوينة وهاد العوينة كاين هاد العقيدات، كنغلفوهم. في الأول كنغلف جوج ثلاثة أربعة، ودابا كنبدا نازلة عاوتاني هنا نغلف ثلاثة، نخدم هاد العوينة عادي ونغلف جوج صافي، ونخدم هاد العوينة، نشد هنا في التوب ونرجع مع هاد العوينات راهم بينات. كاع إلا غلطتو غير كحزو الخيط نزلوه لتحت وهزو هاد العوينة. ثلاثة أربعة خمسة، نشد في التوب ونرجع مع هاد العوينات هادو. نعاود نشد هنا في التوب وغادي بهذه الطريقه نبقاو نخدمو في الراندم مسرحه عاديه حتى يوليو عندنا هنا لتحت خمسة ضربات في التوب، ونكملو الزواق. يمكن لكم ديروها حتى بجوج الوان او اكثر، يعني تخدموا ثلاثه من هاد الزواق وتخدموا لون اخر، اولا تخدموا جوج، اولا تنزلوا حتى اللون في اللون، المهم على حساب اللي بغيتو. المهم هذا هو الشكل، هذه هي الطريقه ديال الخدمه. هذه الطريقه غير ما كنبقاوش حتى تنكملوا الراندا عاد تنزوقوها، تنزوقوها منها في نفس الوقت، حنا كنخدموا حنا كنزوقوا. نشد في التوب نرجع مع هاد العوينات، حنا كنبقاو نخدمو غير في الراندا سامبل ما فيها حتى حاجة. أنا هنا درت هاد القياس، كنبقى نخدم حتى يوليو عندي خمسة ضربات في التوب، نتوما لو بغا تزيدو حتى كتر تزيدو، غير المهم تبقاو تخدمو نفس القياس ما بين الزواق والزواق. نشد هنا في التوب نرجع هاد السطر، نشد هنا في التوب. دابا كملت القياس، ولاو عندي هنايا خمسة ضربات في التوب، كنحسبو من هاد العوينة هادي الأخرى اللي زوقنا فيها، ولاو عندنا هنا خمسة ضربات في التوب صافي. نبداو نزوقو هنا قبل ما نخدم هاد العوينة، عندي هنا هاد العقيدات غنغلف هاد جوج عقيدات وعاد نخدم هاد العوينة. دابا قبل ما ندوز لهاد العوينة كاين هاد العقيدات غنغلف دابا ثلاثة وعاد نخدم هاد العوينة. دابا غنغلف ربعة، نشد هنا ما نرخيو هاد الخيط ما نزيروه، نخدمو به عادي. نغلف دابا ثلاثة، نغلف دابا جوج صافي، ونخدم هاد العوينة. هنا يتقاد ليا الخيط ندخلو هنا في التوب، نركب هنايا خيط جديد، نجي هنا تنكحزو غير هاد الخيط كتبان لينا هاد العوينة، نهزو العوينات ديالنا باش ما بدينا، ها وحدة جوج ثلاثة
أربعة خمسة صافي، نشدو في التوب ونرجعو مع السطر، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة صافي. هادي هي الراندة أخواتي، هانتوما تجي على هاد الشكل سامبل، تنخدموها اللون في اللون. إلا بغيتو تدخلو الألوان يمكن ليكم تخدمو شوية بشوية، يعني ديرو خيط بخيط. المهم هذا هو الشكل كنخدمو الراندة، وحنا كنخدمو وحنا كنزوقو، يعني ما نحتاجوش حتى نكملو الراندة عاد نعاودو نزوقوها. نتمنى ان هاد الراندة تعجبكم، ما تنساونيش دائما الى عجبكم الفيديو تضغطوا على زر الاعجاب، واللي ما مشاركش معنا في قناة تشارك، مرحبا بكم في قناة تعليم راندة مع ام نعمة، وبسلام عليكم، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.